مزيد من التفاصيل. بينضم إلينا عبر الهاتف معالي سفير أحمد بكر، سفير مصر في دولة الجابون. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. بنرحب بيك حضرتك في شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بيكم نادي الأهلي كله. المباراة الأهلي أمام منانا الجابوني، منانا من أقوى الأندية في دولة الجابون، أكيد في استعدادات خاصة من قبل السفارة يا فندم. والله يعني هو كان متوقع، يعني كان زي ما حضرتك بتقول الكابتن سيد معوض كان موجود، وهو توقع ان هم فريق منانا يكسب، وهو فعلا من الفرق القويه هنا، ولكن انا اعتقد ان طبعا الاهلي فرصته ان شاء الله فرصه جيده جدا جدا. وهنا في الجابون كنت بتكلم يعني كده مع كابتن شبيب، بقول يعني هنا في الجابون بيقدروا جدا الفرق الرياضيه المصريه، وعارفين مكانه مصر ووزنها سواء في كره القدم او في كره اليد. كان منتخب كره اليد كان موجود برضو من شهر تقريبا. حضرتك يعني كنت مستضيفه مستضافه قويه، يعني دي ابسط حاجه، بس يعني كانوا موجودين ومنورينا، واللي يعني للاسف ما يعني كنا نتمنى ان احنا نحصل على الكاس، ولكن الرياضه مكسب وخساره يعني. ف ان شاء الله باذن الله يعني نبارك للاهلي باذن الله، واهلا بهم في الجابون، ويعني يعني السفاره وبيت مصر كله يعني بيتهم. طيب سياده السفير، بالنسبه لردود الافعال من قبل فريق الجابون والجماهير الجابونيه، ماذا كانت ردود الافعال عقب مواجهه النادي الاهلي؟ والله هو يعني هو اولا هم كانوا فرحين جدا بالفوز على الفريق التركي، لان هو طبعا المباراه الاولانيه كانوا كان الفريق التركي كان فاز، فحتى في صدر الاخبار يعني الصفحه الاولى في الجرنان الاساسي هنا جايبين فريق منانا بالزي بتاعه الاصفر، وكاتبين انهم كسبوا فرحانين جدا جدا. وطبعا يعني طبعا عندهم جدا الاهلي، يعني يعني المكسب دوت هم في مرحله لسه ان هم فرحانين بانهم انتصروا. المرحله الجايه بقى ان هم هيتاهبوا للقاء الاهلي ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله مش هيبقى في مشاكل، ونبارك للاهلي باذن الله على طول. عايز اسال حضرتك عن ساعه الملعب، ملعب لقاء العوده، ومدى طبعا صلاحيه العشب يعني الارضيه الملعب لاستضافه اللقاء. والله لو هم لعبوا على الملعب، على نفس الملعب اللي لعبوا فيه في المباراه ما بين منانا والفريق البوركيني، فالملعب كويس جدا جيد جدا. هو نفس الملعب اللي لعب عليه المنتخب لما وصل الدور اللي قبل النهائي والنهائي في ليبروفيل. لكن نعم. حضرتك في كاس افريقيا السنه اللي فاتت نعم. كان الادوار التمهيديه نعم. كانت في مدينه اسمها بورجان في، وكان الملعب كان لسه جديد ولم يجرب نعم. كان اول بطوله تقام عليه، وكان الملعب سيء يعني. انا يعني كانت الارضيه فعلا سيئه فعلا جيده كانت سيئة. انما لما جم ليبروفيل، لما جم العاصمه لعبوا على الملعب الاساسي الكبير، وما كانش في اي شكوى، كان الملعب كان كويس جيد لانه جرب قبل كده، يعني ما كانش ملعب جديد. ان شاء الله لو لعبوا على نفس الملعب في البرازيل، لسه مش معروف بالظبط هيلعبوا على انه ملعب، ولكن في احتمالات قويه انهم يلعبوا على نفس الملعب دوت. فهم يعني الملعب جيد جدا، وحتى الكابتن سيد معوض شافه يعني كان مبسوط بيه، يعني كان مرتاح لمستوى الملعب. بالنسبه لحاله الجو يا فندم، بالنسبه لحاله الطقس، يعني هل هيبقى حار؟ هقول لحضرتك طبعا هو دي برضو مشكله، برضو دي واجهها برضو المنتخب السنه اللي فاتت. الجو في هذا الوقت من العام يعني مارس، وطبعا قبلها فبراير ويناير وحتى ديسمبر، يعني من ديسمبر لمارس لاخر مارس او اخر ابريل، الجو بيبقى فيه رطوبه عاليه. هو مش حراره على قد ما الرطوبه. فدي النصيحه، طبعا انا مش كبير كروي، ولكن اللي انا اقدر انصحه بس للعيبه النادي الاهلي انهم ياخدوا بالهم من موضوع الرطوبه ده، يعني يشربوا ميه كتير، يبقوا متعودين على اللعب في جو رطب، خاصه في الوقت ده في السنه في مصر مش هيبقى الجو حر، هيبقى الجو معقول. في مارس في مصر الجو لسه يعني ما حررش. فدي
اللي لازم ياخدوا بالهم منها. طب سيادة السفير، عايز اسال حضرتك على موضوع التغذيه، لان كان منتخب مصر لكره اليد كان بيواجه ازمه شديده جدا، حضرتك والسفاره المصريه صراحه استضفتهم استضافه جميله في موضوع العفو يا فندم. فموضوع الاكل برضو بيبقى فيه مشاكل دائما للفرق اللي بتروح تلعب فرق جابونيه. والله هقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه لي الموضوع المنتخب الكره اليد كان الاطار كان مختلف، لان ده كان الاتحاد الافريقي هو اللي نظمه. نعم. الاتحاد الافريقي هو اللي كان هو اللي اختار الفنادق، وهو اللي كان بيدير الموضوع كله، وبالتالي يعني يمكن عشان كده كان في مشكله الاكل. انما بالنسبه للفريق الاهلي هو يختار الفندق اللي هو هينزل فيه، هيختار احسن فندق موجود اللي هو فندق راديسون اللي هو نزل فيه كابتن سيد معوض، وال ده احسن فندق في العاصمه. نعم. فما اعتقدش ان هيبقى في مشكله، خاصه ان كمان بالترتيب مع منانا، واحنا كمان لو عايزين لو الفريق عايز اي طلبات خاصه بالنسبه لموضوع التغذيه فاحنا هننسق مع مدير الفندق ومش هيبقى في اي مشكله يعني ان شاء الله، لان ده يعني ده خارج اطار الاتحاد الافريقي لكره القدم، يعني دي حاجه ثنائيه. سيادة السفير أحمد بكر سفير مصر بدولة الجابون، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله يكون لنا عودة مع حضرتك باحتفال النادي الأهلي بالتأهل لدوري المجموعات.